وصل 4 طن لحوم صكوك الاضاحي من وزاره الاوقاف، اضافه الى 15 طن سبق وصولهم قبل كده. هذه اللحوم توزع على المناطق الاكثر احتياجا بمعرفه موديل الادارات. مره اخرى بنشكر معالي وزير الاوقاف، نشكر كل قيادات الوزاره على هذا المجهود الكبير وعلى هذه الفكره الرائعه. كل عام وانتم بخير. هدايا وزاره الاوقاف تصل الى محافظه مطروح من لحوم صكوك الاضاحي، وهذه هي الجوله الخامسه. وصلنا اليوم 2 طن من اللحوم. جمله ما وصل الينا في مطروح حتى هذا اليوم او حتى تاريخه 10 اطنان من اللحوم، ان شاء الله تصل الى كل مستحقيها في شتى بقاع واصقاع محافظه مطروح من الحمام وحتى السلوم، نزولا ان شاء الله غدا الى سيوة والى واحد الجارة. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنه في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء الموافق 9/9/2020 تم استلام الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي المهداة من وزارة الأوقاف لمحافظة شمال سيناء، وعددها 4 طن من لحوم الأضاحي، وتصبح حصيلة ما تم استلامه من تلك اللحوم من الوزارة لمديرية أوقاف شمال سيناء 20 طن من تلك اللحوم. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تبارك وتعالى وصلت اليوم الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي اليوم الخميس 10/9/2020 وقدرها 3 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة القطرية حتى اليوم 28 طن من لحوم الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف. نشكر معالي السيد الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الجهد المشكور، والآن يتم توزيع الكمية على الأسر المستحقين الشرعيين لها. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه تسلمت اليوم مديرية أوقاف الإسماعيلية 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزع على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية. حفظ الله مصر من كل شر ومكروه، وجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، والله ولي التوفيق. وصلي اللهم مولانا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.